طيب قبل ما ندخل في التفاصيل، الأهلي النهارده استأنف تدريباته بعد راحة لمدة 24 ساعة فقط منحها مارسيل كولر للاعبين. زي ما انتم شايفين النهارده يمكن لأول مرة من الفترة اللي فاتت يتجمع الكل، لاعبوا المنتخب الأول ولاعبوا المنتخب الأولمبي والشباب، الكل اكتمل وكولر اجتمع باللاعبين زي ما انتم شايفين، سواء في المحاضرة الفنية اللي سبقت المران أو في تعليماته في الملعب للاعبين والجهاز المعاون زي ما حضراتكم شايفين. وده طبعا لتجهيز الفريق للفترة اللي جاية اللي بدايتها مع مباراة المقاولين يوم الحد اللي جاي، يوم الحد 27 نوفمبر الأهلي والمقاولين هتكون في دور الثمانية في بطولة كاس مصر النسخة القديمة دي في دور الثمانية. سموحة صعد أوكي لدور قبل النهائي، الفائز من الاهلي والمقاولين هيلعب سموحه في قبل النهائي. يوم السبت هيسبق مباراه الاهلي، يعني مباراه الاهلي والمقاولين يوم الاحد. انا عارف ان الكل مشغول بكاس العالم وتفاصيله فمحدش مركز في كاس مصر. يوم السبت هيلعب الزمالك مع المصري وبيراميدز مع البنك الاهلي. والاثنين اللي هيكسبوا هيلعبوا بعض في السيمي فاينل. الاهلي هيلعب مع المقاولين والكسبان هيلاعب سموحه في السيمي فاينل. ويكون النهائي ان شاء الله في فبراير زي ما قالت إدارة المسابقات. هنا الفريق بيتمرن النهارده تمرينه مرة واحدة على الصبح في انتظام الدوليين، وكان في تدريبات منفردة باشمهندس لحمدي فتحي اللي راجع من المنتخب مصاب بشد خفيف في العضلة الأمامية، بالإضافة إلى بقية المصابين إذا كان محمود متولي أو عمار حمدي اللي بدأ يدخل في التدريبات، محمد عبد المنعم ايضا، ومحمد عبد المنعم خف وبيعمل تاهيل بالواقي. نتمنى اكتمال الصفوف، نتمنى استمرار العروض والنتائج التي تدعم الثقه في الفريق في بدايه الموسم. ايوه، وتؤدي الى ان مستر كولر يشتغل باريحيه. ايوه، مستمتعا بثقه المسؤولين والنقاد والجماهير. ونتمنى ان نتعامل بالقطعه